السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناه كويز انتيما. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنحضر معكم طيب وهاري او حمص كولكول بطريقه جد بسيطه وسهله التحضير. بلا ما نطول عليكم شو نتعرفوا على طريقه التحضير. هنا عندي واحد الكميه لا باس بها ديال الحمص، خديتها ورقتها في الماء ليله كامله، صفيتها ودرتها في كوكوط وغنضيف لها واحد اطر ونص ديال الماء تقريبا، المهم نتوما على حسب الحمص كيف اللي عندكم. هنا انا عندي الحمص اللي كيطيب دغيا، كاين الحمص اللي ما كيطيبش دغيا، ضفتيه. المهم نتوما كضيفوا له الماء الكافي باش يطيب الحمص ديالكم، وكنخليه ونشعل البوطه وكنخليه يغلى واحد شويه. هنا من بعد ما كيغلى كنحيد ديك الكشكوشه اللي كتكون اللي كتطلع الفوق. قبل ما نسد الكوكوط كنحيد ديك الكشكوشه لحقاش باش كنخليوها كيكحل لنا الحمص وما كيجيناش نبقى كيجينا بحال مسخ. كنحيدها شويه بشويه، كنجيب صفايه وكنحيدها شويه بشويه. كيف ما قلت لكم كنا كنعرفوا الفوائد ديال الحمص، الفوائد يعني ديال الحمص لا تعد ولا تحصى. من الاحسن اننا ندخلوا القطنيات في النظام الغذائي ديالنا. من بعد ما حيد ديك الكشكوشه كلها كنضيف واحد كنستمر الحمص بواحد 3 دريسات ديال الثومه، قشرتهم وضفتهم للكوكوط، وضفتي واحد المعلقه كبيره ديال الملحه، معلقه ديال الكمون، وغنسد عليه الكوكوط واحد 45 دقيقه على عافيه متوسطه، ما تكونش عافيه مجهده بزاف. وكيف ما بغي اشنو باغا نقول لكم، بغيت نقول لكم باللي ضروري اننا ندخلوا القطنيات في النظام الغذائي ديالنا ونعطيو لوليداتنا يعني حاجه ديال حمص كلكل. من الاحسن اننا نطيبوه في الدار او طيبوه هاري، من الاحسن احسن من ديال الزنقه. كيكون حاجه ديال الدار كتكون نقيه على حاجه ديال الزنقه بطبيعه الحال. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما دازت 45 دقيقه تقريبا شرب نص ديال الماء، غنعاود نسد عليه الكوكوط، ولكن ما غنديرش الصفار هذه المره، غنسد الكوكوط ونخليه يشرب داك الماء ديالو كله. هنا من بعد ما دازت واحد ربع ساعه تقريبا شرب لنا داك الماء، بقى شويه البلول ما بقاش بزاف، والحمص طاب مزيان ولا زبده، ولكن ما كنجهدوش العافيه باش ما يتفرتش لينا الحمص، يعني باش ما كيف كنقولها باش ما المهم باش ما يتفرتت. هي هذيك كتبقى كل حبه بوحديتها. هنا غنجيب جبابن فاش غنحطها، وكيف ما كنقول لكم دائما ضروري ندخلوا القطنيات في النظام الغذائي ديالنا، خصوصا في البرد، خصوصا في هذا البرد يعني مغذي وكيشبع دغيا وغني بالبروتينات والنشويات والسعرات الحراريه، حاجه من احسن ان نتجنبوا المعلبات ونعطيو وليداتنا حاجه نقيه وحاجه مصنع ايدينا حنايا. هنا من بعد ما درتهم في جبابن ضفتي واحد شويه ديال السوداني او الحار، كل واحد شنو كيقول ليها. كنضيف لي شويه ديال الملحه لحقاش الملحه انا ما درتهاش في الاول بزاف، درتها شويه، كنضيف لي شويه ديال الملحه وكنضيف لي شويه ديال الكمون. صراحه كيجي هذا الحمص كيجي رائع وزوين ولذيذ، كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه، وسهل وما كيديش وقت بزاف. وكيف ما كنقول لكم ديما، الا عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساوش دير ليا جيم لا فيديو، واللي ما ابوني عندي او اللي ما مشترك معايا في قناتي دير ليا اشتراك القناه، ونتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساوش بلي كنبغيكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.